الناموس على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين مشاهدينا متابعينا الأعزاء. أشواطنا متوالية وتحدياتنا جميلة تأتي على أرضية ميدان الوثبة. يسير شوطنا الخامس في هذه اللحظات لتنطلق الأسماء والسيارة في انتظار الفائز بالمركز الأول. نسير مع المركز الأول ومع الصدارة، هناك قرار بالمركز الأول بالتحدي الأول بشعار المتحدي سالم بن سعيد بن منان الاكتبي مع المقدمة والصدارة، بينما المركز الثاني هناك الشاهنية حمد بن سعيد بن سلطان القفيلي بالمركز الثاني. نقلتنا إلى ثالث المراكز، هناك الطيارة سيف بن علي بن عامر الجابري من وصلنا على ثالث المراكز وتقدم في هذه اللحظات. المركز الرابع، رابع المراكز والدخول الجميل على رابع المراكز من انطلاق الدمعة سالم بن سعيد بن راعي العفاري الذي ينطلق بالمركز الرابع، بينما المركز الخامس والأسماء المتدخلة على خامس المراكز. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الدخول الجميل والرائع، ولكن الوصول ولكن التحرك ولكن الانطلاق الجميل الذي بدأ هناك أيضا من فزع راشد بن جابر بن عبد الله المنهالي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة. هناك ناخذ المركز الخامس مع انطلاقة مملكة سالم بن غدير بن حمد العويسي، والعودة إلى قرار، العودة إلى قرار إلى المركز الأول إلى انطلاقة قرار سالم بن سعيد بن منان الاكتبي الذي ينطلق بالمركز الأول الذي يسير على انطلاقة مساري هذا الشوط. لكن بدأت الشايقة محمد بن علي بن سعيد الوهيبي الذي ينطلق بالمركز الأول في هذه اللحظات، وانطلاقة جميلة هناك من الجانب الآخر، من انطلاقة الجانب الآخر الذي بدأت هنا بانطلاقة هذا الشعار. هناك المنطلقة، هناك المنطلقة، المنطلقة التماس مبارك بن سلطان بن قران المنصوري ينطلق بهذا الشعار الذي سار في هذه اللحظات الجميل. الله الله الله، يا التماس قيرت إلى المركز الأول، انطلقت بالمركز الأول، ولكن الظبي حمد بن سعيد بن حميل المزروعي ينطلق على المركز الثاني. نقلتنا إلى ثالث المراكز، هناك المنطلقة في هذه لحظات الظنة راشد بن خاتم بن محمد الشامسي بدأ بالهجوم، بدأ بالانطلاق، بدأ بالتحدي المثير. ما شاء الله على هذا الانطلاق الجميل، على هذا التحدي المثير مع انطلاقة الأسماء الواصلة. وصلت صبا ثابت بن يميل بن مناخر الوهيبي الذي يوصل في هذه اللحظات، وتصل أيضا هناك الجذابة سالم بن سيف بن عبد الله المنصوري منصوري ينطلق مع جبارة، ينطلق مع تحدي الجميل. وأيضا البيضة حمد بن علي بن حليس العفاري تحرك في هذه اللحظات، تحرك في هذا الانطلاق الجميل مع الأسماء الرائعة، مع الأسماء القوية، والوصول أيضا هناك من منفلودة حامد بن سعيد بن محمد الهديوي قير إلى المركز الأول، انطلق إلى الصدارة، انطلق هناك في هذا المسار، وصاحبة السيارة هناك في ميدان الأبيض تنطلق مع هذا انطلاقة هذا المسار. والسلالتة من سلالة شاهين بن كليب تنطلق في هذه اللحظات الجميلة، والسلامة تتجه إلى ميدان الفتح بسلطنة عمان مع انطلاقة هذا الاسم مفنود حامد بن سعيد بن محمد الهديوي، بينما المركز الثاني من وصلتنا هناك الظن راشد بن خاتم بن محمد الشامسي، والمركز الثالث وصلت أيضا هناك على المركز الثالث في هذا المسار الجميل لتنطلق البيضة حمد بن علي بن حليس العفاري، بينما المركز الرابع انتباه عبد الله بن عبيد بن سالم بن عبيد الظاهري، والمركز
الخامس هناك بالانطلاق الجميل مع الجذاب سالم بن سيف بن عبد الله المنصوري. إذن هناك المنطلقة، هناك المنطلقة بالتوقيت الزمني 4:24 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى مالك مفنودة حامد بن سعيد بن محمد الهديوي، وشكرا داود التبعي على هذا الإنجاز الجميل الذي انطلقت به مفنودة، والسلامات إلى ميدان الفتح بسلطنة عمان. المركز الثاني 4:27 و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الملك البيضة حمد بن علي بن حليس الإعفاري. والمركز الثالث هناك بالتوقيت الزمني 4:27 و4 أجزاء من الثانية. هناك وصلت فيها الظن راشد بن خاتم بن محمد الشامسي من وصل على ثالث المراكز. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.